الجزء الأول صفحة 37 أيضا شهادة طلحة بن عبيد الله لأبي هريرة بأنه سمع أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعها هو. طلحة بن عبيد الله من المبشرين في الجنة. طلحة بن عبيد الله ممن سبق أبا هريرة بدخول الإسلام، ولكنه مع ذلك أقر أن أبا هريرة سمع أحاديث هو لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه كان سماعه للعلم على حالتين. الحالة الأولى أنه يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. الحالة الثانية أنه يسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاته من أحاديث سابقة. فكان مجمع للعلم والرواية رضي الله عنه، وكان حافظ الصحابة. وهذه الشهادة من طلحة بن عبيد الله لأبي هريرة الذي هو صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه فقط، لا يريد من هذه الدنيا أي شيء. نعم. فقال: إنا كنا أهل بيوت، وكنا إنما نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية، يعني عندنا بيوتنا، عندنا أولادنا، عندنا نفقة، عندنا عيال، عندنا التزامات، فكنا نتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، وكان مسكينا لا مال له، بينما أبو هريرة كان مسكينا لا مال له، لا بيوت ولا نفقة ولا. أما هو على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشك أنه قد سمع ما لم نسمع. إذن هذه هي العبارة التي فيها الشاهد: فلا أشك أنه قد سمع ما لم نسمع. فإذن هذه شهادة من طلحة بن عبيد الله لأبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع.